نمشي معاك رمزي، الأخضر والأنوار مباراة مهمة. الأخضر استطاع تحقيق العلامة الكاملة والصراع من أجل كسب ورقة العبور للسداسي. أكيد مؤيد، فوز مستحق للأخضر والاقتراب شيئا فشيئا للسداسي، لأن الصراع على شدة مؤيد بين فرق التعاون والأهلي والنصر والهلال كما قال أستاذ عبد الرحيم. نفس الأسلوب بدأ به الأخضر، هو الانتشار وتدرج بالكرة من الدفاع للوسط للهجوم، اللعب على الأطراف سواء عبد الله عبد الرحيم ولا أنس منقا وأري بابل، نشوف لا مركزية، شفنا التنوع في اللعب على الأطراف، شفنا الهجمات، شفنا الافتكاك الكرة، شفنا تدرج بالكرة، شفنا أري بابل ما يقوم به من عمل مميز مع فريق الأخضر. فريق الأخضر السنة هذه بالذات مؤيد يقدم في مستويات مميزة مع فريق الأخضر، وشفنا بأهدافه بتمريراته بمراوغاته، فالأخضر استحق الفوز نتيجة وأداء. أري بابل ثنائية ثالثة هذا الموسم، أعتقد أن الفريق حتى لو شفت لي وضعه في المجموعة ورصيده أو المستوى اللي طلع به الأخضر، أعتقد أن كانت تجربة مميزة لأنيس الباس وأيضا المجموعة الحالية. شوف أري بابل أشدنا به مؤيد في حلقات سابقة ما يقدمه من أداء مميز، سواء زي ما قلت لك بالأهداف، سواء بالمراوغات، سواء بالتمريرات الحاسمة. أري بابل إضافة قوية للنادي الأخضر، والسنة هذه بالذات زاد توهج على السنة اللي فاتت، شفناه بأهدافه بالأرقام اللي قدم فيها، بجميع اللي يقدم فيه في نادي الأخضر. أري بابل يعتبر قيمة ثابتة في نادي الأخضر وعنصر مميز وإضافة قوية للنادي الأخضر ومفتاح اللعب في نادي الأخضر. أري بابل من اللاعبين المميزين وعنصر فعال في نادي الأخضر، فنتمنى له أن يستمر على نفس المنوال وعلى نفس النهج. حدود الأخضر رمزي مازال الصراع على شده زي ما قلت لك مؤيد بين الفرق هذين، اي ضياع للفرص مؤيد يخش الفرق كلهم في حسابات معقده. طيب كابتن عادل، التحدي الصداقه، مباراه انتهت اصفار، الصقور، المروج لقاء العراقه والتاريخ انتهى لصالح المروج بثلاثيه، صالح الصقور. طبعا التحدي والصداقه زي ما نعرف مؤيد، كل فريق خده نقطه، ونعرف ان النقطه ممكن ما ترضيش فريق الصداقه بالذات اللي يبحث انه هو يكون اكثر في منطقه في المناطق الدفء، وعكس التحدي رغم ان التحدي على ارضه كان يتمنى ياخذ ثلاث نقاط، ولكن النقطه افضل من لا شيء. انت لما تشوف فريق التحدي حقيقه، انا شفت المباراه فرص من الفريقين ضاعوا فرص كانت سهله وسهله جدا، كانت المباراه فتكون اكثر من هدف لكل فريق. على العموم عماد النحاس شفناه كيف ادار المباراه من المدرجات، وكذلك نتكلم على حاتم المساوي اللي يعرف فريق التحدي جيدا، قدموا مباراه لكل فريق، حاول انه هو يلعب باكثر حذر، كل فريق كان متخوف، كل فريق كان خايف انه هو ما يحصلش من نقطه من نقاط ولا نقطه، فخير انه هو، انا شفته في الدقائق الاخيره كنت اشعر كل فريق انه هو راضي بالنقطه عكس التحدي اللي حاول في بعض الاحيان. تكلموا على الصقور والمروج طبعا بثلاثيه هذه المره مع عبد الحفيظ ربيش، معناها فوز للصقور، فوز مهم وامام منافس مباشر تعتبر بست نقاط مؤيد، ست نقاط لما تشوف التالق وتوهج محمد ناصر بهدفين، نتكلموا كذلك على ستيفن الهدف الاول واللي قلص الفارق اللاعب ايمانويل زاكي لاعب فريق المروج. طبعا فريق المروج مع سمير شمام، انا شفت ان التعاقد معاه جاء متاخر بعض الشيء مؤيد، واصبح المدرب حقيقه تحت ضغط انه هو فريقه في المراتب الاخيره، يحاول انه هو يزحف بفريقه في المناطق الدافع، يحاول ياخذ نقاط كل مباراه، يواجه في مباراه اصعب من المباراه التي سبقتها. عبد الحفيظ ربيش يعتبر عبد الحفيظ ربيش ماركه مسجله باتت بالنسبه لفريق الصقور بالتاكيد، معنا نتكلم على ثلاث نقاط مهمه، فوز يخليه المباراة القادمة يحضر بشكل ممتاز. نتكلم الآن هذه ممكن الفرق المعنية بالهبوط، نتكلم على الأخير نختم مؤيد، نتكلم على الأخضر وعلى التعاون، راهم معنيين بالسداسي مثل زي ما نتكلموا على الأهلي بنغازي والهلال. التعاون راهو أضاع مبارتين كان ممكن يكون الآن في المقدمة في ملعبه بالذات. نتكلم على الأخضر نحونا ست نقاط، لو بالست نقاط نتاع الآن الأخضر ب 30 نقطة، راه في الترتيب الثاني اليوم 30 نقطة، تتكلم على الأخضر ممكن نقولوا احنا قدم في السداسي. على العموم زي ما قال رمزي راهو المنافسة أصبحت صعبة بين الأخضر، بين الهلال، بين الأهلي بنغازي، بين التعاون، حقيقة هذا من الفرق معنيين كلهم بالسداسي لو نستثنى
فريق النصر اللي اراه في طريق مفتوح، لا في الدوري السداسي. طيب شوفه.